المركز الأول النادي الأهلي، تسليم الميداليات الذهبية بعد الميداليات البرونزية لنادي سبورتنج ونادي جيش ميداليات فضية. يقوم بتسليم الميداليات كابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي لنادي او للاتحاد المصري للكره الطائره، والسيد او الاستاذ عمرو العمري فاروق وزير الرياضه السابق ونائب رئيس النادي الاهلي. بتسليم الميداليات الذهبيه للنادي الاهلي الفائز بلقب كاس مصر لعام 2018-2019 للرجال. السيد الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه السابق ونائب رئيس نادي الاهلي، والاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا الكابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكره الطائره، يقومون بتسليم الميداليات الذهبيه لفريق النادي الاهلي. انتظار تسليم كاس البطولة إلى فريق النادي الأهلي. كابتن احمد عبد الدايم بيقوم مع السيد وزير الرياضه السابق وعضو ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بتسليم كاس البطوله لعبد الله عبد السلام كابتن فريق النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي طلائع الجيش، حظ اوفر في المره القادمه، وهذا كل ما لدينا في هذا اللقاء، والى لقاءات اخرى قادمه. تحياتي محلقكم الرياضي حمد السيد، والى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.